يعني اكيد بيعني لي، انا كان بودي اجي ابكر ونشوف الافلام، ولكن كنت عم صور بسوريا مسلسل شو، واجيت لهون مشغوله بحمله انسانيه على مستوى الامارات. عنا حمله حتبلش من 15 هيدا الشهر ل 15/1، هي حمله تبرع للاطفال المعاقين في الامارات. اخذنا 3 مراكز، انا طبعا وجه الاعلامي لدانكن دونتس، شركه دانكن دونتس العالميه، حيصير في تبرع درهم واحد من كل مبيع ب 72 فرع خلال هذا الشهر، وبالاخير حنسلم التشيك لاصحاب المراكز، وحناخذ اطفال المراكز كلهم برحل وهدايا وقصص ونفرح قلبهم. يعني دائما مهرجان دبي عودنا على تميز وعودنا على الاعمال الجريئه، والسنه في افلام مهمه قريت عنها وسمعت عنها، بس للاسف ما شفت شيء، حشوف حتابع الفتره القادمه. احلى شيء مهرجان دبي انه مجمع كل النجوم من انحاء الوطن العربي وبيعمل اكتيفيتيز كثير حلوه. هاي السنة أنا كانت مشاركتي قليلة يعني، فحبت هيك حبيت أجي على الختام.